المكان ده زاره ذو القرنين. في المكان اللي انا واقف فيه بالظبط كان واقف ذو القرنين، بس ده في حالة ان الاسكندر المقدوني هو ذو القرنين. هختار اتنين من الكومنتات او اسرة مكونة من ثلاث افراد هيكسبوا رحلة لسيوة من اول ما يخرجوا من البيت لغاية لما يرجعوا للبيت، واللي هيكون معاهم في الرحلة هو محمد. تمام؟ تمام. ما تنسوش تعملوا له فولو بقى عشان هو اللي هيبقى معاكم في الرحلة لصفحة هيو سيوة. اصدقائي ما تنسوش توصلوا الفيديو ده لخمسين الف لايك. احنا النهارده موجودين في سيوة وبالتحديد في قلعة شالي أغورمي اللي معناها بلغة أهل سيوة القلعة شديدة التحصين، وهي فعلا شديدة التحصين. بس ايه علاقة قلعة شالي أغورمي بذو القرنين؟ تعالوا نقول لكم. في القرآن الكريم وبالتحديد في سورة الكهف هتلاقوا ان ربنا اتكلم عن رجل سافر من مشارق الأرض إلى مغاربها هو ذو القرنين، وهتلاقوا ان شخصية ذو القرنين ارتبطت بعدد من الشخصيات في التاريخ من ضمنها الإسكندر المقدوني، واحنا النهاردة موجودين في مكان زاره الإسكندر المقدوني. بس يا ترى ليه الإسكندر المقدوني مرتبط بشخصية ذو القرنين؟ أما بالنسبة للمكان اللي احنا موجودين فيه ده فبيطلق عليه اسم القاعة اللي توج فيها الإسكندر المقدوني. الإسكندر المقدوني زار أماكن كتير على وجه الأرض، وعشان كده في ارتباط وثيق ما بين شخصية ذو القرنين اللي جاب مشارق الأرض ومغاربها وما بين شخصية الإسكندر المقدوني اللي زار العراق، زار مصر، زار بلاد في أوروبا وكتير من المناطق على وجه الأرض. عشان كده يقولوا ان الاسكندر المقدوني هو ذو القرنين، لكن الله اعلم هل ده احتمال صحيح ولا مجرد قول من الاقوال والحكايات الشعبية. والجدير بالذكر ان واحد سيوة بيطلق عليها اسم واحة الغروب، وكمان ربنا قال في القرآن الكريم لما ذكر بعض الامور عن ذي القرنين حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. طبعا احنا هنزور البلد اللي فيها العين الحمئة ان شاء الله على حدود الصين، لكن انا بتكلم في نقطة ان الواحة هنا اسمها واحة الغروب، وربنا لما اتكلم عن ذو القرنين ذكر غروب بالشمس، وكمان المكان ده زاره الإسكندر المقدوني. فهل في ترابط في الأحداث ولا هي مجرد تصادف فقط؟ الجدير بالذكر ان زي ما شايفين كده المعمار بتاع القلعة غريب شالي أغورمي، لكن شايفين كده هتلاقوا ان في جزء طالع كده وبارز من القلعة، هي دي مأذنة القلعة، لان في فترة الحكم الاسلامي بنوا داخل القلعة مسجد، وهي دي المأذنة بتاعة المسجد. فالشكل مع المعمار مع الترابط الاسلامي مع الامازيغي روعة بمعنى الكلمة. الجدير بالذكر ان قلعة شالي أغورمي بيطلق عليها اسم تاني وهو معبد النبوءات، وده ليه؟ طبعا تعالوا نرجع كده بالذاكرة، هتلاقوا ان ربنا بيقول في القرآن الكريم ان ربنا زين السماء الدنيا بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين، وهتلاقوا ان الجن بيتكلموا عن الامر ده وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. طب هم كانوا بيستمعوا ليه؟ كانوا بيستمعوا للنبوءات، كانوا يعرفوا خبر الأرض من السماء قبل أن يحدث الأمر على الأرض، وينزلوا للكهنة ويخبروهم بالأخبار، فالكهنة لما يجيلهم الناس يقولوا لهم أمور لسه ما حصلتش، فلما تحدث يبقى عندهم مصداقية عالية جدا. لكن من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى هذا الأمر، وبقى الجن فقدوا القدرة على استراق السمع ومعرفة خبر اللي هيحدث على الأرض من السماء قبل أن يحدث على الأرض. لكن وقت الإسكندر المقدوني كانت النبوءات دي لسه شغالة، والكهنة الموجودين هنا في المعبد كانوا بيتنبؤوا ببعض الأمور اللي بتخلي الناس تثق فيهم، ومن ضمنها النبوءة الأشهر بتاعت الملك قمبيس الفارسي اللي تنبؤوا إن هو هيهلك، فأرسل جنود علشان يهدوا المعبد، لكن الجنود لم يصلوا إلى المعبد، وبالفعل بعد فترة هلك الملك قمبيس. فالإسكندر المقدوني جاء للمعبد أو للمنطقة دي نتيجة لشهرته الواسعة بإنه بيقول بعض النبوءات التي ستحدث وتكون حقيقة، أو بعض الأمور الغيبية اللي محدش عارف عنها حاجة، وجي علشان يعرف مين اللي قتل أبوه. لكن وقت ما جه هنا الكهنة بطريقة ما توجوه ابن الإله، وفي المنطقة اللي احنا موجودين فيها هي القاعة اللي كان فيها تتويج الإسكندر المقدوني. لكن بما انهم توجوه ابن الإله وهو واقف على الكلام ده، هل ده دليل ان الإسكندر المقدوني مش هو ذو القرنين؟ لان ذو القرنين هو عبد من عباد الله الصالحين، فازاي هيوافق ان هو يتوج انه ابن الإله والله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد؟ فاذا كانت الطريقة في التفسير حقيقية فالإسكندر المقدوني
مش هو ذو القرنين. لكن لو في طريقة تانية وأمور غيبة عننا فممكن الله أعلم يكون هو ذو القرنين. وفي بداية دخول القلعة أو المنطقة دي هتلاقوا ان في بير للتطهير علشان يدخلوا المعبد، وهم زي ما تخلصوا من كل الأوزار ومن كل الذنوب ينزلوا البير يتطهروا وبعدين يدخلوا إلى المعبد. سامعين هنا الأذان، تعالوا كده شوفوا الأذان في سيوة مع النخيل والطبيعة الجميلة جدا. الله أكبر الله أكبر. ودي كانت حلقة جديدة مع الخيميائي عن ذو القرنين والإسكندر المقدوني وقلعة شاليا غرمي، وأشوفكم في حكاية جديدة. سلام.